السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في القناة، مرحبا والف مرحبا. اليوم ما شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاطاق راقية وبنينة بزاف، وكيف عودتكم دائما كل ما هو سهل وبسيط كنوجدو لكم في القناة باش تستافدوا منه. بالنسبة للأخوات المبتدئات غادي نبداو بلا جينواز على بركة الله. انا غادي ندير الجينواز في لاطا اللي هي مستطيله، اللي عنده مول دائري غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال المول الدائري كيفاش عملت فيه لا جينواز. غادي نحتاج هنايا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، ضروري تكونوا خرجتيو البيض من الثلاجه قبل 24 ساعه، المهم خصو يكون واخد درجة حرارة ديال المطبخ. واللي نساه يمكن ليه يعملوه في واحد الماء اللي هو يكون دافي، خلي غير واحد الساعة ولا ساعة ونص ويستعملو. كناخد اناء كندير فيه البيض تعمل، وغادي نحتاج 140 غرام ديال السكر سنيدة اي السكر حبيبات، و 140 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ساشي واحد ديال بيكين باودر 7 غرام. بالنسبه للتنسيم غادي نسم بالنكهه ديال اللوز، اللي بغى يسمو بسكر الفانيليا يمكن له يزيدو مع السكر سنيد. كنضيف السكر حبيبات على البيض وكنطربو حتى كيطلع مورانغ، كيضاعف الحجم ديالو وكيولي بيض بحال الثلج كيف ما هو مبين في الصوره. ها نتوما الكثافه ديالو كيفاش كيجي. كناخذو 140 غرام ديال الدقيق، انا راه غربلته من قبل وغادي نعاود نغربلو. نضيف عليه الخماره بيكنج باودر، غادي نغربلها مع الدقيق وكنبقى نضيفو تدريجيا غير شوي بشوي، وانا كنخلط في اتجاه واحد من التحت للفوق بحال هكذا كيف ما هو موضح في الصوره. كنخلطو في اتجاه واحد باش ما كيهبطش ليا البيض، وكيبقى الداخل ديالو فيه الهواء كيبقى مهوي وكيبقى طالع باش ما تجيناش الجينواز طافصه ولا ما طالعاش. طريقه سهله بزاف، هانتوما دائما من تحت الفوق، وحتى كنتاكد بانه راه ما بقاوش الحبيبات ديال الدقيق عندي في الخليط. بالنسبه للحراره اللي كنطيبو فيها الجينواز، انا كندير 180 درجه وكنشعل عليها غير من التحت، وكندير شبكه ديال الفران في الوسط. بالنسبه للاخوات اللي غادي يطيبوها فرن ديال الغاز، يسخنوا الفران غير واحد شوي وينقصوا ليه ويديروا اللاطه ديالهم في الوسط فوق المقله الثقيله، ويطيبوا الجينواز ديالهم على خطره باش كتجي طالعه وزوينه. ها انتما كيف كتشوفوا من بعد ما ساليت التخليط ديال الكميه ديال الدقيق اللي عندي، الخليط كيفاش كيرجع، ما كتاكدي ان ما فيه حتى كويره ديال الدقيق. غادي ناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن، صفيحه ديال الفرن فرشت فيها ورق سيرفيليزي، وغادي نخوي الخليط ديالي. دائما من تبغيو تخويو الخليط ديال الكيك او لا جينواز او اللي كان، دائما طلعوا يديكم فوق، طلعوا يديكم وعاد خويو الخليط.
انا كيف لاحظت عندي لاطه كبيره، انا بغيت غير جينواز رقيقه. غادي نحاول نسرحها على اللاطه اللي عندي كامله. ونديرها الطرف في الفرن كيف قلت لكم على 180 درجه. كنطيب الجينواز وكنشعل عليها غير من التحت، راه ما كتاخدش بزاف ديال الوقت بالخصوص ملي كتكون هكذا رقيقه. انا الصراحه غفلت عليها واحد شويه، تحمرت ليا اكثر زعما من القياس، ولكن ماشي مشكل، ما جات شي مضرور. بعد ما طابت الجينواز غادي نقطع الجناب ديالها بهذا المول اللي عندي، بهذا الكادر حيت بغيتها هنا غير فهاديك التقاده. كنقطع ليها الجوانب بعد ما قطعت عليها الجوانب، غادي نسقيها بسيرو. درت فيه غير الماء والسكر حبيبات وساشي ديال لافاني. غادي نسقيها كامله هي مزيان، وغادي ناخذ الكريم اونغليز. غادي نزيد معها شويه ديال اللوز مهرمش. كريم اونغليز رائعه، هي الاساس ديال لي غلاس، ويمكننا نصاوبو بها لي طارت كلاسي، لي طارت فرديه، لي سواغي. غزاله كتجي وبنينه ومقادير ديالها بساط. خلطت فيها داك اللوز، وغادي ناخذ واحد البوش ديال بوش عادي، غادي نعمر فيه الكريمه وندير لا طارت ديالي. نعمر الطبقه الاولى، كنديرها في البوش غير باش كيجيني الكريمه كتجيني مزعة متساوية. يمكن لكم ديروا غير بمعلقة او اللي كان اللي متوفر عندكم يمكن لكم ديروا، ماشي ضروري تستعملوا البوش. بعد ما ساليتها الطبقة الاولى كيف ما كتشوفوا، غادي ندير فيوتين فوقها وشوية ديال اللوز مهرمش. شوية ديال اللوز مهرمش درته معاه من الفوق باش كتجي داك الطبقة باينة ومزيونة، كتجي بحال الطبقة فوق الطبقة ديال الكريم. بعد ما وزعتو كنجيب الطبقة الأخرى اللي هي الطبقة الثانية اللي صايبت، غادي ناخد الطبقة الثانية وغادي نقطع ليها الجوانب، ومن بعد غادي نديرها في الكادر بهذا الشكل. غادي نحاول نقددها وكنضغط غير بشويه باش الكريمه كتكون ليا مقاده في الجهات كاملين. غير بشويه بقاو تضغطوا، وغادي نسقيها مزيان. بالنسبه للكريمه اللي بقات لي غادي نضيف عليها اللوز اللي بقى عندي والفيوتين وواحد المعلقه ديال البخاليني. هادشي راه اختياري، اللي بغى يديرو ديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. يمكن لكم تعمروها غير بهولالا اولا بشونتي اولا بكريم اونغليز بوحديها، اي كريمه كتفضلوها. ماشي ضروري انكم تاخذوا اللوز وتاخذوا الفيوتين ديرو هذا، ولكن هاد الكريمه هادي اللي عمرت بها بهذه الطريقه هكذا جات رائعه. كنتمنى تجربوها وترجعوا ليا الاخبار. درت الكريمه كامله وزعتها فوق لاطارت كيف ما كتشوفوا، كنغطيها كامله بشكل متساوي. كنحاول نسويها مزيان وندخلها للكونجيلاتور حتى كتجمد هذيك الطبقه. بالنسبه للاخوات اللي غادي يخليوها في الكونجيلاتور ما غاديش يحتاجوها حتى لغد لي، ولا غادي يحتفظوا بها في الكونجيلاتور، ما يسقيوش الجينواز بزاف باش ما تجيهمش فازقه بزاف. انا ما كتعجبنيش فازقه بزاف، الا كنت غادي نديرها في الكونجيلاتور كنسقيها غير واحد شوي باش ملي كنخرجها من الكونجيلاتور هي كتسقي راسها بيدها. هادشي اللي بغيت نقول لكم. بعد ما
دخلتها لهذا الكونجيلاتور، هيا دي خرجتها. غادي نحيد ليها هذاك المول، انا خليتها غير واحد نصف ساعه حيت كنت صراحه مزروبه بيها، ومن الافضل ما تقولش تخدموا بجينواز النهار الاول اللي غادي تصاوبوها، ضروري خليوها تبات اولا الا هدرتوها في الصباح حتى العشيه عاد قدوها. انا درتها في واحد الوقت قياسي صراحه، كنت مزروبه بيها بزاف، كندير الجوانب داك الكريمه اللي شاطت ليا كريم اونغليز كنديرها للجوانب، وبالنسبه للكلاصاج ميغوار ما غاديش نديرو فوق الكريم اونغليز نيشان حيت درت فيها اللوز، راكم عارفين كتجي محببه. عندي واحد شويه ديال الكريم هولالا طربتو وغطيت بها غير الوجه باش داك الكلاصاج اللي غادي ندير كيجي لامع وليس كيبري بحال المرايه، وكي غتشوفوا معايا المقادير ديالو بسيط 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 بزاف وغير مكلف وكيعطيكم كميه كثيره. عندي هنايا 23 ديال الشوكولاط تقريبا 125 غرام، كاس لاروب ديال السكر الحبيبات 250 مليلتر ديال الماء ربع د الماء، و 3 ديال الوراق ديال الجيلاتين. غادي ناخد السكر حبيبات مع الماء ونخليهم يغليو مزيان حتى يذوب ليا السكر. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان، راه الشوكولاط 23 هكذا 24 حبه. بعد ما غلى ليا غادي ناخد الشوكولاط ونضيفه للخليط ونحركه حتى يذوب. منين كيذوب كنزيد عليه اوراق ديال الجيلاتين عفوا غير جوج ديال الاوراق ديال الجيلاتين. غادي نخلي لكم رابط ديال الكلاصاج بوحدو في صندوق الوصف. وكنبقاو نحركوه وكنزيدو جوج المعالق ديال الكاكاو. يعني بالنسبه للكلاصاج عندنا كاس لاروب السكر، 125 غرام ديال الشوكولاط، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، جوج اوراق ديال الجيلاتين والشوكولاط صافي، والسكر والماء ربع د الماء. كنعصر الجيلاتين وغادي نزيدو الخليط، ما تدخلوش الكونجيلاتور خليوه غير هكذا في المطبخ وانتم كتحركوه حتى يبرد. الا كنتو غادي تمونطيو الحلوه ديالكم او لاطارت في شي كادر واخا كيبقى شويه سايل، المهم يكون سخون، يكون زعما بارد ما يكونش سخون باش ما يذوبش لينا الكريمه، ولا طاغ ضروري تكون جامده، تكون الكريمه ديالها جامده. انا من بعد ما برد كنوزعو غير بشويه بشويه كيف ما كتلاحظوا كيجي لامع بحال المرايه، كيجي غزال، مكونات ديالو بسيطه بزاف. غادي نحاول نسرحو بشويه بشويه حتى يتقاد لي على الوجه ديال لاطارت كامل. انا غادي ندير غير الوجه، الجوانب غير غادي يجيو واحد الشريطات فيهم. بالنسبه اللي عنده لاطارت صغيره يمكن ليه يديرها فوق شي حاجه ويصب نيشان الكلاصاج، واللي غادي يديرها في المول يمكن ليه يصب الكلاصاج مني صافي عادي. انا عندي لاطارت كبيره ما صبت شي حاجه فاش نعلي لاطارت ديالي ونصب فوقها الكلاصاج، هادشي باش بقيت كندير غير هكذا شويه بملعقه. راه واخا كنقيسو بملعقه داكشي راه لامع، يعني راه ناجح
100% بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يصايبوا كلاصاج، هذه اسهل طريقه. صافي كنحاول نوزعو كيف ما كتشوفوا في الصوره. هو ملي كتكون لاطاغط جامده بمجرد ما كتحطوا عليها راه هو كيتبت، اما الا كانت مازال ما جامداش وكان هو دافي غير كتحطوا عليها كيرجع داكشي كله مخلط. بالنسبه للتزيين كل واحد على قدر المستطاع ديالو، على قدر اللي عنده في المنزل والحاجات اللي عنده في الدار ديالو يمكن له يستعملهم للتزيين. التزيين حسب الرغبه، قدرنا ندير التزيين في شكل نتوما ما يعجبكمش، كل واحد والذوق ديالو. الاذواق لا تناقش. غادي نخليها. بالنسبه للبلاستيك اللي درت في الجناب هانتوما كيف كتشوفوا، ملي كنسالي هانتوما كنجرهم ما بشويه هانتوما ما كتخسرش ليا لا طاغت، كنجرهم غير بشوي بشوي. بعد ما زينتها درت هذوك الحيوات الدائريين في الجنب داك العقيقات وكتبت هابي بريداي اكرام عيد ميلاد ديال اختي دي صغار مني، وصافي زوقتها بحال هكذا. طريقه سامبل وبسيطه وغير مكلفه، يمكن لكم تفرحوا بها وليداتكم. الكلاصاج كيف كتشوفوه كيجي غزال ولامع. اللي اول مره كيزو القناه ما ينساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.